أهلا بكم مشاهدينا، وهذه التغطية التي نتابع فيها الانتخابات الأمريكية وآخر تطورات محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتصعيد في لبنان ومستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، والبداية مع الانتخابات الأمريكية. قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إن مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب يسعى إلى إشاعة روح الانقسام بين الشعب الأمريكي. وأضاف أوباما خلال كلمته أمام المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو أنه يشعر بالأمل بعد ترشح كامالا هاريس، ومتفائل بأنها ستكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة. وأشار إلى أن كامالا هاريس نجحت في خفض أسعار الأدوية وتسعى لخفض تكاليف الرعاية الصحية بخطط فعلية. تتأثر الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأداء المشاهير من الشخصيات ذات الثقل الاجتماعي والمالي، هذا وتختلف آراء المعلقين بشأن هوية الشخصيات المؤثرة على حملتي هاريس وترامب وعلى مسار الحزبين الديمقراطي والجمهوري وصولا للانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل. لا يختلف السياسيون على أبرز الشخصيات المؤثرة في الحياة السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية وكيفية تأثير مواقفهم على القرار السياسي والمنظور العام للحزب أمام داعميه. ويتميز النظام السياسي الأمريكي عن بقية النظم السياسية في أنحاء العالم بانفتاحه بصورة واسعة وكونه يلقى دعماً واسعاً من شخصيات مؤثرة سواء بصورة علنية أو متوارية، ويتنوع المؤثرون طبقاً لمستوى الإرث السياسي وحجم الشعبية والانتشار والتطور التكنولوجي وحجم التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي ومقدار المال الذي يملكه المؤثر، إضافة إلى نفوذه الوظيفي. الحزب الديمقراطي أحد أكبر الحزبين اللذين يسيطران على المشهد السياسي الأمريكي منذ ثلاثة قرون، يتلقى دعماً واسعاً من المؤثرين داخل الأوساط الديمقراطية، ومن أهم هؤلاء المؤثرين الرئيس السابق باراك أوباما، والذي يعد أقوى شخصية في الحزب الديمقراطي لما يملكه من إرث سياسي ومادي وقسمات شخصية يحسن استغلالها، حيث يتابعه نحو 132 مليون شخص على منصة إكس، ويتضاعف نفوذه بدعم زوجته ميشيل أوباما التي تحظى بدورها بشعبية ونفوذ واسع وسط الناخبين الديمقراطيين خاصة النساء. وحسب استطلاعات رأي أجرتها رويترز، كانت ميشيل المرشحة الافتراضية الوحيدة عن الحزب الديمقراطي بتفوق على الخصم الجمهوري دونالد ترامب وبفارق بلغ 50%. تايلور سويفت الأكثر شعبية بين فئة الشباب، وهي مغنية أمريكية تلقى دعم الشباب الأمريكيين تحت 30 عاماً داخل الأوساط الديمقراطية، تلهم جيلاً كاملاً يفقدون التواصل مع الساسة التقليديين خاصة كبار السن. وتعرف سويفت التي يبلغ عدد متابعيها على منصة إكس نحو 95 مليون شخص بمواقفها السياسية الواضحة، ومن أهمها انتقاد قرار المحكمة العليا في تقييد الحق في حمل السلاح والمناداة بإصلاح وحشية الشرطة تجاه ذوي الأصول الإفريقية، حيث دعمت سويفت بملايين الدولارات حركات حياة السود مهمة
كما تحث متابعيها على تسجيل أنفسهم في قوائم الناخبين، وتنتقد علنا المرشح الجمهوري دونالد ترامب في كل فرصة تسنح لها. الملياردير ورجل الأعمال الشهير جورج سوروس لا يرجع تأثيره على الحزب الديمقراطي إلى متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، فهو لا يحظى سوى بنحو 400 ألف متابع على منصة إكس، بل يعود تأثيره إلى تبرعه الفياض للحزب، حيث وصفته مجلة فوربس الشهيرة بأنه المانح الأكثر سخاء بعد أن تبرع ب$20 مليار للأنشطة والحركات السياسية داخل الولايات المتحدة وخارجها، كما تبرع بأكثر من $128 مليون لدعم مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس عام 2022، ويتوقع أن تزيد تبرعاته المالية أكثر من ذلك خلال الانتخابات الحالية. ويسعى الديمقراطيون إلى حشد كافة الوسائل من الخطب السياسية والتبرعات وتأثير القوى الناعمة والفن في دعم الحزب الديمقراطي والتأثير في كسب تأييد الناخبين للفوز بالانتخابات الرئاسية الحالية والإطاحة بالمرشح الجمهوري دونالد ترامب. اعتمد الحزب الديمقراطي رسميا كاميلا هاريس لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية. من جانبها أعربت هاريس عن تشرفها بالفوز بترشيح المندوبين الديمقراطيين، وذلك خلال كلمتها أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي في ويسكونسن. وأنا هو كوتش سأقوم بملاحقة شركات الأدوية وخفض أسعار الدواء لكل الأمريكيين، وسنخفض من تكلفة المنازل، وأن نساعد الأمريكيين أن يحققوا الحلم الأمريكي وأن يصلوا إليه. في الواقع الأسبوع الماضي أعلنت خططي لبناء ملايين من المنازل وأن نساعد الذين يشترون بيوتا لأول مرة بالمقدم، وأيضا أن نقوم بمساعدة 100 مليون أمريكي بخفض للضرائب. كما أكدت هاريس أنها ستعمل على حماية الشعب الأمريكي من انتشار الأسلحة ومن كل شيء يقمع الحريات، وأضافت أنه يشرفها الفوز بترشيح المندوبين للحزب الديمقراطي لشق الطريق نحو المستقبل والحرية. هذا السباق يتعلق برؤيتين مختلفتين لدولتنا، واحدة تركز على المستقبل والأخرى تركز على الماضي، وويسكونسن نحن نحارب من أجل المستقبل. نحن نؤمن بالمستقبل، مستقبل به رعاية صحية، ومستقبل به رعاية أطفال، ومستقبل به
إسكان، هذا هو المستقبل الذي نؤمن به. وللمزيد ينضم إلينا من واشنطن ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات. أهلا بك سيد ماركو. العديد من الملفات التي نريد النقاش حولها، لكن دعنا نبدأ ابتداء بكلمة السيدة كاميلا هاريس، وأيضا الكلمة التي أدلى بها السيد باراك أوباما. ما هي أبرز الرسائل وأهم الانطباعات التي وصلت إليك من هذان الخطابين؟ يعني بالطبع تحياتي محمد لحضرتك والسادة المشاهدين. أعتقد يعني الرئيس باراك أوباما كان من المنتظر أن يدعم بكامل ثقله السياسي داخل الحزب الديمقراطي، وأيضا بالتأثير على الناخبين السود خارج الحزب الديمقراطي. بالطبع كان أمر منتظر وكان أمر متوقع من الداخل الأمريكي، وهو بالطبع دعم كاميلا هاريس وقال أنها هي الوحيدة التي سوف تفرض الولايات المتحدة من كبوتها، سواء الاقتصادية الخارجية أو الداخلية. ولكن أنا يعني لدي تعليقات كثيرة على ما قاله الرئيس أوباما وتعليقات عن خطة كاميلا هاريس الاقتصادية، لأنها يعني هي نحن لا نتحدث عن مرشحة لم تكون في البيت الأبيض. يعني هم يعني منذ خلال يومين من بداية الحزب من المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي يتحدثون دعنا نرسل كاميلا هاريس البيت الأبيض. هي بالفعل في البيت الأبيض، هي نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 3 أعوام ونص، وكان من الممكن أن تقوم بكل ما تروج به من خطط اقتصادية ومن مستقبل تؤمن به، كما قالت في هذه الأخبار من تأمين صحي أسعاره قليلة، من بيوت، يعني تحدث عن 3 مليون منزل تريد بنائهم. هذا لا أعتقد أنه له عواقب كثيرة. يعني لا نتحدث عن ما هي الخطة التي تمتلكها كاميلا هاريس لبناء هذه البيوت المهولة، لماذا لم تتمكن من بنائها في خلال 3 أعوام ونص. أعتقد هناك عراقيل تشريعية وعراقيل تخص بتمويل هذه الخطة لم تتحدث عنها كاميلا هاريس، ولذلك هي تهرب من أسئلة الصحفيين، لأن أعتقد أنها ليس لديها الخطة التفصيلية بهذا، ولكن هي تشتري أصوات الناخبين بهذا الخطاب أو هذه الأموال. تحدث عن حوالي 25,000 دولار كمقدم عند شرائك للمنزل لأول مرة. لماذا لم تقم بهذا بذلك؟ هي تقوم الاعتماد على طبع مزيد من النقود، وبالتالي سوف يؤدي ذلك الى المزيد من التضخم الذي تريد او الذي تقول انها مع الطبقه الوسطى التي تئن تحت ارتفاع اسعار الغذاء، اسعار المواد الغذائيه واسعار المحروقات واسعار البيوت. هذه الطبقه الوسطى تتحدث عنها والتي تدافع عنها هي بسبب سياستها الاقتصاديه، بسبب النفاق الكثير من او موارد الحكومه الفدراليه، اعتقد ادى بنا الوضع الى ارتفاع هذه الاسعار وارتفاع التضخم. وهي الان تحاول ان تسيطر عليه وتحاول ان ترسل رسائل الى الداخل الامريكي بان لها انها معها الاعاصي السحريه وهي وتيم والتس. اعتقد ان هذا خطاب سياسي بعيد عن الواقع، بعيد عن التفاصيل. لماذا لا تنشر تفاصيل الخطه الاقتصاديه التي تحدثت عنها؟ لماذا تنشر لا تنشر موقفها القوي ما في حرب في قطاع غزه؟ نتحدث كل يوم هناك مؤشرات او اخبار متناقضه ما بين موقفها انها سوف مع وقف الاسلحه الامريكيه لاسرائيل، وثم نسمع من جهات اخرى انها مع دعم اسرائيل. لماذا لم تنشر هذه المواقف في موقف واضح؟ نتحدث عن مظاهرات خارج المؤتمر الوطني، خارج المؤتمر الخاص بالحزب الديمقراطي، معترض على هذه السياسات. واعتقد ان هناك كثيرا من الناخبين يدركون جيدا بان كاميلا هاريس عباره عن محاوله لشراء الناخبين بخطط، وهي خطط غير تفصيليه. واعتقد ان الناخب الامريكي هو من لديه الحق في الاختيار، او لديه الحق في اذا كانوا يريدون هذه السياسه ان تستمر لمده 4 أعوام أخرى ام يريدون بديل آخر، وهو الرئيس السابق دونالد ترامب. نعم، لكن أيضا هذا يعني هناك أيضا تصريح لفت نظري للسيد باراك أوباما، وهو طالما أنه تحدث وتصدر إذن فكلامه ربما يعكس بشكل أو بآخر توجهات الحزب. لكن حين تحدث عن أنه إن كانت لديك المهارات اللازمة فلا يستلزم حصولك على شهادة جامعية حتى تعمل لدى الحكومة، هذا التصريح حين يخرج من شخص
خريج جامعة شيكاغو وخريج جامعة هارفارد في كلية الحقوق وحائز على جائزة نوبل أيضا في 2009. هل هذا يندرج تحت الخطاب السياسي أم أن هناك خطة فعلية أن تكون المهارة أهم من الشهادة الجامعية بالنسبة للخطة المستقبلية للحزب الديمقراطي؟ أعتقد جزء من هذه الاتجاه الذي تحدث به باراك أوباما أعتقد أن هو يندرج تحت الخطاب السياسي، يندرج تحت بأن الحزب الديمقراطي بابه مفتوح للجميع، أو إذا ما تمكننا الوصول إلى البيت الأبيض تحت إدارة كاملة هاريس وكيم والز فإن الإدارة الفيدرالية تفتح أبوابها للجميع حتى لو لم يكن معك شهادة جامعية فقط يكون معك الخبرة. فأعتقد أنهم يريدون توصيل رسائل للناخبين بأنهم سوف يقوموا بتوظيف عدد أكبر من الغير حاصلين على المؤهلات الجامعية، وهذا بالطبع شيء يعني مثير للشك ومثير للعجب، لأن هناك الكثير من الانتقادات من الحزب الديمقراطي خاصة بعد ما نتحدث عن الاقتراح الذي قدمه دونالد ترامب في خطابه مع إيلون ماسك في على موقع التواصل الاجتماعي إكس، عندما قال أنه يريد إلغاء وزارة التعليم الفيدرالية وفي محاولة منه لإعادة جدولة أو إعادة استخدام الموارد الفيدرالية بدقة أكبر، ويريد تغيير هذه الوزارة أن تكون تابعة للولايات، كل ولاية تقوم بإدارة شؤونها التعليمية. فكيف لك أن تخاطب أو تناهض هذه الخطة والآن أنت تقول نعم إذا كان لديك فقط الخبرة فلا يهم الشهادة الجامعية؟ أعتقد هو خطاب سياسي، يريدون فقط تجميع الأصوات، يريدون فقط كسب أصوات مزيد من الناخبين، ولكن يعني هذا فقر سياسي أعتقد من وجهة نظري. أعتقد أن الحزب الديمقراطي يفتقر إلى سياسات جادة واقعية على الأرض تريد إيصال أن هناك كثير من الأرقام الموجودة الآن، ارتفاع أسعار التضخم، أسعار الفائدة، وأيضا نتحدث عن أرقام البطالة التي نتحدث عنها في الولايات المتحدة الآن، حتى إذا كان الشخص يقوم بالعمل لمدة دوام كامل بوظيفة واحدة، أعتقد هذا لا يكفي هذا بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة. فأعتقد إذا كان رئيس باراك أوباما أو الحزب الديمقراطي لديه سياسة اقتصادية قوية، كان من الأفضل أو من الأقدر أن يتحدث عن هذه السياسة واثقا بأن هذه السياسة سوف تصل إلى الناخبين، واثقا أن هذه السياسة سوف تقوم بتشغيل أكبر عدد من المتقدمين إلى العمل، بغض النظر عن ما إذا كان لديهم شهادة جامعية أو خبرة فقط. فأعتقد الخطاب سياسي بحت مجرد لمخاطبة الأصوات الانتخابية فقط. لكن يعني بما أنك تطرقت سيد ماركو إلى ما يتعلق بمنصة إكس وما إلى ذلك، ربما هنا يعني تحضرني في الذاكرة التحقيقات التي فتحت بعد انتخابات 2016 التي فاز بها بالطبع دونالد ترامب. كان هناك الحديث عن فضيحة كامبريدج أناليتيكا التي جمعت بيانات المستخدمين من فيسبوك ومن غيرها من المنصات، وتم إعادة هندستها حتى تتواءم مع الحملة الانتخابية للتأثير على الناخب الأمريكي كما قيل في ذلك التحقيق، ذلك فضيحة أو مشكلة فورتشان وغيرها من الأمور أو من القضايا التي في النهاية تشير إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الفاعلة لأجل التأثير على الناخب الأمريكي. وكشفت حتى التحقيقات في ذلك الوقت أن معظم ما كان ينشر كان غير حقيقي على الإطلاق، وكان مجرد شائعات فقط لأجل الحصول على صوت الناخب. برأيك ونحن الآن في ثورة جديدة من الذكاء الاصطناعي ومن الأمن السيبراني وما إلى ذلك، هل ربما نشهد توسع في هذه النقطة لاستدراج شريحة الشباب بالأخص؟ سؤال جيد جدا يا فندم، واعتقد انه في وقته نتحدث كما ذكرت حضرتك هذه المشكله من استخدام البيانات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتخابات 2016 استمرت من عام 2016 حتى الان، نتحدث الان وامس فقط توصلت اجهزه الاستخبارات الامريكيه بان ايران هي من تقف خلف محاولات اختراق حمله الرئيس ترامب الانتخابيه، فإن إيران تقوم بالعديد الآن من الممارسات الإلكترونية، منها القيام بعمليات هذا وفقا لموقع رويترز هو الذي نشر هذا الخبر؟ بالطبع الخبر موجود الآن وهو وفقا للوكالات الأنباء، وأيضا نقلا عن
وكالات الاستخبارات الامريكيه بعد ما قاموا بالتحقيق منذ خلال الحملات منذ خلال الخبر الاخير الذي صدر من حمله ترامب بان هناك اطراف ايرانيه قاموا باختراق حمله ترامب وقاموا بتصدير او بسرقه وثائق مهمه وارسالها الى صحيفه البوليتيكو. ايران بالطبع ايران من الدول المؤثره في المجال السيبراني، وخاصة أن عندما نتحدث فيه أن نحن بعام انتخابي موجود الآن، نتحدث عن إيران وروسيا. روسيا كانت منتشرة بشكل كبير في انتخابات عام 2016، ولكن الآن أعتقد إيران وطبقا أيضا لوكالات الاستخبارات الأمريكية، إيران وجد أن هناك انتشار كبير ونشاط كبير من خلال الأطراف الإيرانية للتأثير على الانتخابات الأمريكية، وبطرف معين هم يريدون تدمير سمعة الرئيس ترامب ومجابهة أو مفاضلة كامل هاريس. قاموا بذلك عن طريق حاجتين، قاموا عن طريق القيام بحملات تأثير. الحملات التأثير دي هي من هدفها هي التأثير على الناخب الأمريكي وأحداث فرقة مجتمعية داخل الناخب الأمريكي عن طريق إرسال أخبار مزيفة أو أخبار غير حقيقية. قاموا بذلك عن طريق إنشاء مواقع غير حقيقية للأخبار، ثم نشر هذه الأخبار عن طريق هذه المواقع عن للسوشيال ميديا للمواقع التواصل الاجتماعي. وبالطبع هذا يؤثر على الناخب الأمريكي ويفقد ثقة الناخب الأمريكي في هذه الممارسة الانتخابية، ويفقد ثقته أيضا في الرئيس ترامب، لأن هناك كثير من الأخبار التي يتداولها الأطراف الإيرانية كاذبة أو مضللة عن الرئيس ترامب وعن شخصية الرئيس ترامب وعن أجندة الرئيس ترامب، فهم يحاولون تقليب الرأي العام ضد الرئيس ترامب. هذا واحد. رقم اثنين، يقومون بعمليات استخباراتية عن طريق استهداف مسؤولين لحملة الرئيس ترامب ومستشارين الكبار عن طريق حملات اسمها سبير فيشنج، وهي خاصة اصطياد الكتروني، ولكن اصطياد الكتروني ممنهج ومدروس لشخصيات مدروسة. عندما نتحدث عن مستشار الرئيس ترامب، تم اختراق الايميل الالكتروني الخاص به من قبل اطراف ايرانيه، وهذا تم بالفعل التحقيق فيه، ولكن اعتقد الاطراف الايرانيه لم يثبت بعد ما اذا كانت وصلوا الى وثائق سريه تخص الحمله الانتخابيه لرئيس ترامب ام لا. ولكن من هذه الممارسات الالكترونيه من الاطراف الايرانيه، وطبقا لمتابعتنا لهذه الاخبار، اعتقد ان هناك كثير نحتاج ان ننتظر المزيد من الوقت حتى نعرف ما هو الحجم او ما هي الوثائق التي توصلوا اليها الداخل الايراني. هذا بالطبع ينعكس على التدخل الروسي. التدخل الروسي بالطبع هو موجود بالفعل في السوق الانتخابي الامريكي الان، كما تفضلت حضرتك في 2016 وكامبريدج اناليتيكا، وايضا محاوله شراء البيانات. البيانات كما تعرف الان هي اكبر، اعتقد انها سلاح فتاك، سواء كان على الساحه العسكريه وايضا في الانتخابات. ما اذا كنت لديك الكثير من المعلومات فبالطبع لديك الكثير من الغلبة. يعني كامبريدج أناليتيكا كان هناك الكثير من سرقة المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاولة تكوين بروفايلات خاصة للناخب الأمريكي، بروفايلات فسيولوجية للناخب الأمريكي. كانوا يريدون أن معرفة ما إذا كان هذا الناخب الأمريكي، ما هو المهتم، ما هي الموضوعات التي يهتم بها، ما هي الموضوعات التي يفضلها، ثم دراسة هذه البيانات وإرسالها لحملة ترامب لكي يخاطبوا الرئيس، كي يخاطبوا الناخبين. هذا هو ما حدث بالفعل. وايضا هناك كثير من الاقاويل وكثير من التقارير الخاصه بالحكومه الفدراليه عن حققت في هذا بالفعل. نتحدث عن حوالي 4 تقارير كما اتذكر. هذه التقارير خلصت بان حمله ترامب بالطبع كان لديها او فتحت الباب امام التعامل مع الحكومه الروسيه. حدث ذلك في خلال موقف اتذكره عندما كان هناك موظف او شخص يقول انه من الحكومه الروسيه، ذهب الى الرئيس حمله الرئيس ترامب وقال انه لديه معلومات ضاره خاصه بحمله كلينتون، وهو بالطبع الرئيس ترامب تلقف هذه المعلومات وقال انه سوف يدرسها، وقال انه سوف يعملها. ولكن ربما ايضا يعني سيد ماركو اذا سمحت لي، يعني ربما لان هذا الملف تفاصيله في غاية الأهمية، خاصة فيما يتعلق بالنتائج القضائية التي توصلت إليها المحاكم حول القضايا المتعلقة بانتخابات 2016 والتأثير التكنولوجي أيضا فيها، ملف ممتد وفي غاية الأهمية. لكن لأن وقتنا قد داهمنا، فحتى هذه اللحظة أشكرك من واشنطن السيد ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات، شكرا جزيلا لك.
أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر بأن حملة مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الأمريكية كاميلا هاريس جمعت قرابة نصف مليار دولار منذ إعلانها الترشح للرئاسة. وأضافت الوكالة أن أموال حملة هاريس تم جمعها في 4 أسابيع فقط. وأشارت رويترز إلى أن مجموع أموال حملة الرئيس جو بايدن الرئاسية قبل انسحابه وحملة هاريس تخطى المليار دولار، ما يجعلها أسرع حملة رئاسية في جمع الأموال في التاريخ الأمريكي. وتخوض المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس منافسة شرسة مع مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض. وتعد هاريس أول سيدة تتولى منصب نائب الرئيس الأمريكي، كما قادت البلاد بشكل مؤقت عندما خضع الرئيس جو بايدن لفحص روتيني. والآن إلى ملف غزة. شهداء، قصف، دمار، جوع، فيش أكل. نفت الولايات المتحدة الأنباء المتداولة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي أشارت إلى أنه أقنع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بضرورة بقاء قوات إسرائيلية على الشريط الحدودي بين غزة ومصر. وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن مثل هذه التصريحات المتطرفة ليست بناءة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. هذا وتوقع مسؤول بالإدارة الأمريكية أن تستمر محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة هذا الأسبوع. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد لعائلات المحتجزين أن إسرائيل لن تنسحب تحت أي ظرف من الظروف من محوري فيلادلفيا وأنتسريم. واعتبرت هيئة البث الإسرائيلية أن حديث نتنياهو هو نسف لصفقة المحتجزين، وأكدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين أنه على حكومة نتنياهو أن توافق الآن على الصفقة المطروحة بمساعدة الوسطاء، متهمين الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن المحتجزين إلى الأبد. قالت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين في طاقم المفاوضات إن الرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يسعى إلى تفجير المفاوضات بعد التصريحات التي أطلقها مع أهالي المحتجزين. وأوضحت هيئة البث أن مسؤول المفاوضات بجيش الاحتلال رفض المشاركة بمحادثات القاهرة معتبرا أنها بلا جدوى بسبب تعنت نتنياهو. تلاعب يمارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإفشال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وإجراء صفقة جديدة للإفراج عن المحتجزين، إذ كشف مسؤولون إسرائيليون
أن نتنياهو يرفض إعطاء مفاوضيه مساحة كافية للتوصل إلى اتفاق لوقف العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي. موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مسؤولين إسرائيليين أن تصريحات نتنياهو العلنية بأن المفاوضين الإسرائيليين كانوا متفائلين بحذر بشأن إبرام اتفاق كانت مجرد مناورة سياسية قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل. المسؤولون أكدوا أيضاً أن فريق التفاوض الإسرائيلي الذي يضم مدير الموساد ورئيس جهاز الشباك ومسؤول ملف المحتجزين لدى جيش الاحتلال يمكنهم التوصل إلى اتفاق إذا منحهم مزيداً من الحرية في المفاوضات، إلا أن نتنياهو يرفض ذلك بل ووبخهم بسبب استسلامهم للضغوط أثناء المفاوضات على حد وصفهم. جاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة لإسرائيل لتكشف ألاعيب رئيس الحكومة الإسرائيلية، إذ أبلغ نتنياهو بلينكن بأنه ملتزم بالتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار، في الوقت الذي أكد فيه المسؤولون الإسرائيليون أن نتنياهو يرفض إعطاء مفاوضيه أي حرية لإتمام ذلك. تلاعب يقوم به نتنياهو لإطالة أمد العدوان على قطاع غزة خوفاً من المساءلة عن أحداث 7 أكتوبر، موقف يتزامن مع مظاهرات يومية تطالب بإجراء صفقة جديدة للإفراج عن المحتجزين. فهل تنجح مراوغات نتنياهو أم تضغط واشنطن على حليفتها للقبول بوقف إطلاق النار؟ كثف الاحتلال الإسرائيلي قصفه المدفعية والجوية على أنحاء متفرقة بقطاع غزة، ما أسفر عن سقوط أكثر من 60 شهيدا أغلبهم من النساء والأطفال. ففي وسط القطاع ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة أدت إلى سقوط عشرات الشهداء والمصابين في منطقة دوار البركة وسط دير البلح. وفي جنوب قطاع غزة سقط عدد آخر من الشهداء والمصابين جراء قصف بلدة بني السهيلة شرقي مدينة خان يونس. للمزيد ينضم إلينا من القدس المحتلة أحمد الصفدي الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك سيد أحمد. أيهما أهم بالنسبة لنتنياهو، المحتجزين أم مستقبله السياسي؟ طبعا خير، تحياتي لك يا زميلي والجميع مشاهدي القاهرة الإخبارية في الوطن وفي الشتات وفي مصر. طبعا واضح أن الأهم هو مستقبله السياسي، هو وضعه التاريخي، هو يريد أن يخرج منتصر رغم أنها كل ذلك أوهام. من اليوم الأول من 7 أكتوبر حينما وضع أهداف الحرب هي أهداف متناقضة، هي أهداف مفعمة بنار الصدمة، القضاء على حماس أو على أي فصيل فلسطيني مقاوم وتحرير الأسرى. فتحرير الأسرى إذا أراد أن يقضي على الفصائل المقاومة فهو يقضي على الأسرى، وهو واضح تباعا من الفيديوهات التي تخرج، 6 أسرى أخرجوهم جثث وجثامين. هذا بدلا من أن يحققه أو يسوقه نصر، هذا ساهم في الضغط عليه وتثبيت نظرية العدم التي هي بالقوة أن يستطيع أن يحرر أسرى أحياء، بينما في التبادل وفي صفقة الأسرى يستطيع على الأقل تحقيق هذا الهدف، وبالتالي المقاومة أيضا الفلسطينية تحقق هدف. هو لا يفهم هذه النظرية، يريد إخضاع المقاومة بالقوة على طاولة المفاوضات، وواضح أن تأثير الإدارة الأمريكية مثل مجال مغناطيسي. حينما ذهب بلينكين سرعان ما صرح أنه لن يخرج من محور فيلادلفيا ولا من معبر رفح ولا من النتسرين، وبالتالي هو ينسف ويفجر فعلا جهود الوساطة كما يدعي الإعلام العبري، ويستهدف السيادة الفلسطينية والمصرية، ويستهدف جهود الوساطة القطرية والمصرية التي هي جدية مختلفة عن جهود الوساطة الأمريكية المنحازة التي تلعب طارة دور الشريك وطارة دور الوسيط، وهذا لا ينفع. بينما مصر وقطر جديين في هذا الموضوع، ولكن تصريحات بلينكين وتصريحات بايدن المتناقضة تشير وتوضح بالانحياز الكامل لإسرائيل، وهذا بدلا من أن يدفع في الصفقة هذا يؤدي إلى تراجع الصفقة ويشجع نتنياهو على مزيد من المجازر، وخاصة أن الولايات المتحدة ليست فقط كلاميا تتماهى مع نتنياهو،
بل أيضا تمده بالسلاح لغاية هذه اللحظة. نعم. فالسلاح يعني تصعيد، يعني عكس الصفقة. نعم. لكن برأيك، بما أننا أتينا على ذكر السيد أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي، برأيك ما هو الانطباع الذي خرج به من إسرائيل بعد لقائه بنيامين نتنياهو؟ هو متأكد بلينكين أنه نتنياهو يعرقل ويعطل، ولكن استراتيجية الإدارة الأمريكية التي تريد أن تخلق توازن، هنالك في خلل في التوازن في الموقف الأمريكي. هل يضغط على نتنياهو ويجبروه على صفقة أسرى وبالتالي يخسروا أصوات اللوب الصهيوني والمال الصهيوني، وبالتالي هنا تتضرر حملة كاميلا والحزب الديمقراطي، أم يريد أن يرضوا أوساط الشباب التي استطلاعات الرأي تطالبهم بوقف العدوان على قطاع غزة وإرضاء الجاليات العربية والإسلامية والفلسطينية؟ هم يريدوا أن يمسكوا العصاي في النص وهذا محال، بينما أيضا نتنياهو يريد أن يمارس الألاعيب، والإسرائيل غير جدية بصفقة أسرى، وخاصة أن نتنياهو والإعلام العبري قال بأنهم نعى نتنياهو ينعى صفقة الأسرى على خلفية سوداء ويعلقها على محور نتسريم ولا محور فلادلفيا، وهذا خطير ما يتم. والإدارة الأمريكية تقول نحن لسنا مع احتلال طويل الأمد في قطاع غزة، يعني هم مع احتلال متوسط الأمد وقصير الأمد، يعني بتماهوا مع نتنياهو. أضاليل الإدارة الأمريكية مضرة لأنها غير حازمة غير حاسمة، وتولدت لدينا قناعة فلسطينية من كل فصائل المقاومة بأن أمريكا لا يمكن أن تلعب دور الوسيط، ممكن يكون في دور لوسطاء آخرين مثل الأمم المتحدة وروسيا والصين ودول أخرى مثل تركيا إلى جانب مصر وقطر. أما أمريكا واضح أنها تنسف حتى جهود قطر ومصر، سهروا ليالي ليالي طويلة، مصر تسهر هي وقطر لإنجاز صفقة أسرى، ولكن الإدارة الأمريكية نسفت هذه الجهود. نعم، لكن يعني في علم السياسة أستاذ أحمد، من المعروف أن السياسة دائما ما تقوم على البرغماتية المتبادلة، أن أنتفع وكذلك الطرف الآخر ينتفع. لماذا يريد نتنياهو أن يلعب بنظرية البرغماتية الحدية، أن أنتفع أنا فقط ويحترق أي شيء آخر؟ يعني حتى هذا المبدأ سياسيا واستراتيجيا وحتى عقديا كما عبر الخبراء هو أمر غير مقبول وغير سليم، إذن ماذا يبتغي من هكذا ممارسة؟ أستاذ نتنياهو لا يلعب سياسة احترافية. الآن نتنياهو يضرر مصلحة إسرائيل قبل أن يضرر مصلحة فلسطين، سواء في الأزمة الدولية والرد الإيراني والرد اللبناني والعمليات العسكرية في داخل تل أبيب نفسها، فضلا عن صمود المقاومة وعدم قدرة نتنياهو على تحقيق أهداف الحرب. من هاي الطريقة المفروض أنه ينزل عن الشجرة ويعمل تفاوض. أنا أقتبس من كلامه، في العبري بيقولوا مسار ومتان، يعني خذ واعطي. هو نتنياهو بيقول ان المفاوضات مش اعطي واعطي، خذ واعطي. طب هو شو اعطى؟ نتنياهو يعطي الاسرى الفلسطينيين وياخذ الاسرى الاسرائيليين، بينما نتنياهو يريد ان ياخذ ويختطف محور فلادلفيا ومعبر رفح اللي هو سياده فلسطينيه مصريه لا شان له به. هو يقول لن اتنازل عن ما حققته بالحرف، يعني يكرس الاحتلال. هذا مش علم سياسي. الاجهزه الامنيه بتنصح والجيش انسحب، هو بيتهمهم بالخيانة وبقول لهم هذا مش شغلكم. طب والاحترافية؟ دائما الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الشباك والمساعد في كل حروب قطاع غزة كان لها دور، لأن الأمن فوق كل الاعتبارات. نتنياهو يريد المصلحة السياسية الشخصية فوق كل الاعتبارات، هذا حتى الإسرائيلي مش فاهمه، حتى يعني المفاوضين تعونه مش فاهمينه. المساعد والشباك والممثل الأسرى فيش عندهم صلاحيات، طالما كبل صلاحياتهم. هون تخبط أستاذي الكريم، هون نتنياهو يجر المنطقة لحرب إقليمية، لأنه واضح منحنى الصفقة يتراجع ويكون في قاع الهاوية، وبالتالي الميل له رياضيا صفر. هذا يعني أن منحنى التصعيد يتعاظم، وهذا ممكن يؤدينا إلى لا عودة، يعني إلى ما لا نهاية من التصعيد، وهذا يؤدي إلى فتح جبهات إيران وحزب الله التي كانت جمدت، أو كان العامل ضمي بسموه العامل التصعيد كان ضمني، ولكن هو يظهره من جديد. يعني مجرد أنها تعثرت المفاوضات، إحنا شفنا تصريحات إيرانية، تصريحات حزب الله، صحيح ولا مش صحيح؟ لأنه هون في معادلتين متعارضتين، مش ممكن التصعيد يمشي مع الصفقة، الصفقة عكس التصعيد. إذا انخفضت هاي تتصاعد هاي، هيك لازم نفهم من الناحية الرياضية. نتنياهو يجر إسرائيل
إلى الهاوية إلى المغامرة. ربما حتى هذه النقطة يعني سيد أحمد هي حتى ما تسأل عنها، يعني محور نتسريم يستهدف تقريبا يوميا من قبل المقاومة تقريبا كل يوم، محور صلاح الدين ومعبر رفح هي سيادة مصرية فلسطينية خالصة وفق الاتفاقيات المعابر في 2004. إذن وجودك في هذين المحورين أو في هذين المحورين لن يجلب لك سوى المشاكل السياسية والأمنية، ليس هناك انتصارات حقيقية مكاسب سياسية ربما تنتج كما عبر الكثير من المحللين السياسيين. إن كان الأمر كما يقول المحللين السياسيين في هذه النقطة، إذن ماذا يبتغي من المجازفة بالجيش الإسرائيلي بالتواجد هناك؟ ألم يجازف أيضا بالاتفاقية المصرية الإسرائيلية، يعني اتفاقية كامب ديفيد أيضا، حينما يرفع العلم الإسرائيلي على معبر رفح ويؤدي إلى التغول داخل المعبر في منطقة المصرية وأدى إلى استشهاد شباب من قوات الحراس المصرية إذا بتتذكر، صحيح ولا مش صحيح؟ أليس هذا استفزاز وليس هذا يعني تطاول وعدم احترام الاتفاقيات وأيضا إدارة الظاهر للعالم كله؟ النقطة الثانية، هل هو مش واثق مثلا من الاتفاق المصري الإسرائيلي؟ يعني شو بده يضيف؟ هو بده يحط مجسات أبراج عالية، بده يحط اسمنت تعمق في الأرض؟ ما هو عمله على محور غزة أو على مستوطنات غزة، استطاعت المقاومة أن تتجاوز كل ذلك بالطائرات الشرعية، صحيح ولا لا؟ إذن في طريق، اللي بده يا عمي اللي بده يصعد بيقدر يصعد ويقدر يتجاوز كل الحدود كما فعلت المقاومة 7 أكتوبر، ولكن هل جربوا يعطوا الفلسطيني حقوقه؟ هل جربوا احترام الدول المجاورة مثل مصر والأردن وبالتالي يخلقوا سلام؟ هو الإسرائيلي مش قادر يفهم، بده قوة ومزيد من القوة بالقتل يخضع المقاومة، هذا ما بنجح أستاذ الكريم، ما بنجح، شعب فلسطيني ما بيستسلم، 75 عام بقارع الاحتلال، هاي النقطة. النقطة الثانية، المقاومة حينما توجه ضربات مشتركة من فصائل المقاومة على محور نتسريم وتعمل يعني عمليات وهو موجود فيها، ترسل له رسالة في ظل المفاوضات إنه بقاء جيشك يؤدي إلى قتل، إلى يعني اصطياد من المقاومة، وبالتالي لن تخلق حالة استقرار. وهذا ببين لنا بقاء نتنياهو في المحور، يعني بده ينجز صفقة أسرى بالمرحلة الأولى ويأخذ معظم الأسرى استكمل الحرب، لأنه إذا أبقوا الجيش في محور فلادلفيا هذا يعني أنه راح تصير في تجاوزات من الإسرائيلي، رد عليها فلسطيني، ممكن رد مصري، ففيش حالة استقرار، بتنهار الهدنة كلها والاتفاقية كلها، وقف انطلاق النار بنهار. على محور نتسريم نفس الشيء، بده يفتش الفلسطينيين من الجنوب إلى الشمال، طيب لما يفتشهم ممكن يؤدي إلى قتل الفلسطينيين، يؤدي إلى اعتقال الفلسطينيين، كيف فعل في الهدن؟ لما كان في اتفاق انه تتوجه القافلات من الجنوب الى الشمال والناس يتوجهوا من بيوتي الى بيوتي من الجنوب الى الشمال، قتلهم الاسرائيلي، لم يلتزم بالاتفاق، وبالتالي هذا يؤدي الى انهيار كل وقف اطلاق النار. عشان يصير وقف اطلاق النار كونكريت قوي يعني ثابت ستابيليتي بدون اي ترددات ولا انهيارات، يجب ان يكون انسحاب الجيش، لانه لا يمكن يكون صفقه اسرى اتفاق وقف نار وجود الجيش. وجود الجيش يعني ضربات أستاذي الكريم، هذا وين ما كان موجود، وين ما في احتلال، وين ما في مقاومة، هون المشكلة. نتنياهو مش مقتنع، رغم أن الشارع الإسرائيلي مقتنع والأجهزة الأمنية الإسرائيلية مقتنعة والإدارة الأمريكية مقتنعة، ولكن لا تريد أن تضغط عليه، والشعب الفلسطيني بكل فصائل وحماس مقتنعة بأنه يجب أن يكون صفقة أسرى عادلة. إذن حماس بتمارس مرونة ويعني بتمارس احتراف تكتيكي سياسي على طاولة المفاوضات كما هي مقتدرة في الميدان، ولكن هو نتنياهو موقفه موقف إسرائيل مش واضح، يعني بيرسل وفود ما بعطوها صلاحيات. المصري نفسه بحكي لك كل مرة بيجونا بشيء، يعني هذا عدم استقرار. عمر الوفد الفلسطيني أعطى إشي وتراجع عنه؟ أنا حسب اعتقادي لم يتراجع. موقف حماس من بداية الصفقة هو انسحاب الجيش، إعمار غزة، ترك محور فلادلفيا ومحور نتسريم، إدخال المساعدات الإنسانية، إطلاق سراح الأسرى بطريقة عادلة. كل هذا نتنياهو يتلاعب فيه لأنه يريد أن يرضي وزراءه في الحكومة اليمينية المتطرفة، وبالتالي يختطف صفقة الأسرى ويتخلى عن الأسرى، فضلا عن تخليه عنهم في 7 من أكتوبر، يتخلى عن الأسرى الإسرائيليين. الآن كل يوم بمر ممكن يؤدي إلى قتل المزيد من الأسرى. هاي النظرية أصلا هو اللي أثبتها لما يحرر 6 جثامين. هذا بيعني انهم كانوا يحكوا، يعني الان في فيديو لحماس كانوا هم يناشدوا نتنياهو يتسرع ويتسارع، لو اسرع وتسارع واقتطف الصفقه لم يعني لا اخرجهم احياء،
الآن يخرجهم أموات. هذا يضغط عليه بانتظام وبشكل أكبر، هذا لا يخفف الضغط عن نتنياهو. نعم، لكن يعني ربما هذا أيضا ما يعطي انطباعا حين يقول مسؤول المفاوضات في جيش الاحتلال أنه رفض المشاركة في محادثات القاهرة معتبرا أنها بلا جدوى بسبب تعنت نتنياهو. حين يصدر هذا التصريح أو هكذا تصريح من المسؤول عن التفاوض، إذن ألا يعطي هذا يعني انطباعا، حتى يعني إذا أردنا أن نخرج خارج الإطار العربي، ألا يعطي هذا انطباعا للدول الأوروبية التي ربما لا تزال تصدق الرواية الإسرائيلية حول الموقف الحقيقي والعقلية الحقيقية لبنيامين نتنياهو وحكومته؟ صحيح كلامك، ولكن من يسوق هذا الموقف الإسرائيلي ويدعي أنه حماسي التي تعطل كذبا؟ بلينكن نفسه، حتى أقنع بايدن، وبايدن صار يحكي بدون ما يفهم التفاصيل أنه حماس تعطل الاتفاق وخطابه. من ينقلب على خطاب بايدن؟ هو نفسه نتنياهو، لأنه بايدن ما بدعي للبقاء في نتساريم وفلادلفيا، صحيح ولا لا؟ حينما نتنياهو يضع هاي الشروط المسبقة، مش بس مسبقة، وبعد خروج المغناطيس بلينكين، مجاله المغناطيسي بعد أن غادر إلى مصر وقطر، يتحدث بلينكين بلغة أخرى مع العرب، ولكن بذات الوقت نتنياهو سرعان ما صرح حتى يرضي اليمين المتطرف، وحاول أن يجس نبض سموتريتش في هذا الموضوع، يقنعه في الصفقة، ما قدر. فبالتالي نتنياهو رجع خطوة لوراء وصرح تصريحاته التي وضحت بأن بلينكين يوفر له هذا الإطار من الأكاذيب. ولا ننسى أن الموقف الأوروبي في ذيل الموقف الأمريكي وهو تابع لها، يعني لما روت روايتها إسرائيل بتفحيم الجثامين، سرعان ما ألمانيا وبريطانيا وفرنسا فضلا عن أمريكا صدقت هذه الرواية وبعد ذلك نفوها. في موضوع وكالة الغوث صدقوها، في موضوع المفاوضات يصدقوا إسرائيل، وهم بيعرفوا أنها كذابة، ولكن هم يمشوا وراء مصالحهم، فولوور بسموهم، تابعين للليدر، للإدارة الأمريكية، وحتى الإدارة الأمريكية، إدارة بايدن مختطفة من نتنياهو. إذن نتنياهو يحرك العالم حسب اعتقادي بهذا الاتجاه. هل هذا سيصمد؟ لن يصمد أستاذ الكريم، إما أن تنقلب الأمور الداخلية عليه حينما تتعظم الضغوطات أكثر فأكثر، أو إما أن يقود المعركة لحرب إقليمية، وهذا ما يتحدث فيه كل الإعلام العبري والفلسطيني وكل المحللين السياسيين حتى المصريين والقطريين، بيقولوا مع خفض التصعيد. الموضوع وقف الحرب مش بس خفض التصعيد، مش موضوع كما تتحدث الإدارة الأمريكية أنه لن نقبل احتلال طويل الأمد، يعني بيقبلوا احتلال قصير الأمد ومتوسط الأمد، يعني ممكن يقبلوا احتلال في محور فلادلفيا الإدارة الأمريكية 3 سنوات، هذا بسموه قصير الأمد أو متوسط الأمد. هل هذا مقبول فلسطينيا؟ هل هذا مقبول مصريا؟ هل هذا مقبول إسلاميا؟ مش مقبول إسلاميا. أعتقد أن الإدارة المصرية يعني على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عن هذا الأمر وتمسك بالمطالب الفلسطينية والحق الفلسطيني في السيادة على كامل أرضه، والتمسك كذلك بفلسطينية معبر رفح ومحور صلاح الدين. هذا هو الموقف المصري الذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ووائم فيه الرؤية الفلسطينية بالكامل، إن كان من السلطة الفلسطينية أو من حركات أو المقاومة، حتى تتضح الصورة بشكل كامل. أتوجه لك بالشكر من القدس المحتلة السيد أحمد الصفدي الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك. استشهد أكثر من 16 في طفل فلسطيني في غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر منذ 7 أكتوبر الماضي. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن كثيرا من الأطفال في قطاع غزة باتوا غير قادرين على عيش طفولتهم بهدوء لهول ما رأوه من عدوان عليهم. لا يخلو أي قصف إسرائيلي يستهدف قطاع غزة من استشهاد أطفال إلى جانب عائلاتهم وأقاربهم، فللشهر 11 على التوالي من حرب الإبادة ارتفع شهداء العدوان الإسرائيلي من الأطفال إلى أكثر من 16,000، إضافة إلى آلاف المصابين منهم، والعدد مرشح للزيادة مع استمرار العدوان. الأطفال في غزة لا يواجهون القتل والإصابة فحسب، بل يعانون أيضاً جحيم الخوف والرعب الناتج عن الغارات المكثفة والنزوح المستمر والأمراض التي تصيبهم نتيجة التكدس السكاني في أماكن النزوح التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.
منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف حذرت من أن كثيراً من الأطفال في قطاع غزة باتوا غير قادرين على النوم وعيش طفولتهم بهدوء لهول ما رأوه جراء العدوان الإسرائيلي، معربة عن خشيتها على مستقبلهم في حال استمرار الحرب. ولم تتوقف جرائم الاحتلال عند هذا الحد، إذ تسببت سيطرته على معبر رفح الحدودي من جانبه الفلسطيني في منع خروج الجرحى لتلقي العلاج في الخارج، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ووفاة أكثر من 1000 طفل، وهو ما أضاف معاناة جديدة لمأساتهم المستمرة. لطالما شكل أطفال فلسطين وقطاع غزة هدفاً واضحاً وصريحاً لجيش الاحتلال، فاستهدافهم هو سياسة مستمرة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي منذ 40ينيات القرن الماضي، سياسة قائمة على الإبادة والتطهير العرقي. وما حدث من عدوان أخير على غزة أظهر وحشية هذا المحتل ومجازره بحق أصحاب الأرض. يواجه سكان غزة تحديات جراء حرمانهم من أبسط متطلبات الحياة اليومية جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال، ومع اشتداد حرارة الصيف يعاني سكان القطاع في الحصول على مياه نظيفة تروي ظمأهم. في ظل ارتفاع درجات الحرارة والحرمان من المياه النظيفة، وفي ظل تواصل موجات الحر العنيفة التي تعصف بالسكان والنازحين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر، يلجأ السكان إلى الأواني المصنوعة من الفخار في محاولة للحفاظ على درجة حرارة المياه. أصحاب تلك الحرفة اليدوية القديمة لم يألوا جهداً ولم يتوانوا للحظات لصنع مئات الأواني من الفخار لمساعدة آلاف السكان في التعايش مع تلك الأوضاع الصعبة. عن هذه الصناعة من الصناعات اليدوية القديمة، هي صنعة تراثية اللي بتجسد علاقة الإنسان الفلسطيني ودرجة ارتباطه بأرضه وتاريخه. طبعا الصناعة هذه اليوم زاد الطلب عليها كثيرا بسبب الحصار وبسبب عدم وجود الكهرباء. اليوم الناس بتستعيض عن الثلاجات وعن المية الباردة الموجودة في الثلاجات بأن الأواني الفخارية، لأنه من خواص الفخار أنه بيعمل على تبريد اللي هو المياه، بالتالي فإن الطلب على هذه الصناعة صار كبير. ورغم انعدام كافة المقومات، يعمل أصحاب مصانع الفخار في غزة بأبسط الوسائل البدائية لصنع تلك الأواني المنقذة للحياة. طبعاً معيقات الصناعة كثيرة، خاصة في ظل الحصار، في ظل الحرب الموجودة، نقص الوقود، نقص الكهرباء. اليوم إحنا بنشتغل بشكل يدوي بعد ما كنا نشتغل الفخار هذا على الآلات وعلى المكن. اليوم استعدنا عنه بعنا الماكينة اللي بتشتغل على الرجل. أيضاً كمان عنا طريقة الحرق، اليوم بدل ما كانت طريقة الحرق على النجارة، اليوم نجمع إحنا الخشب. طبعا الخشب عندنا سعره عالي جدا بسبب فقدان الوقود وعدم وجود غاز الطهي. اليوم الناس تصعيد عنه في عندنا بالاخشاب. العودة لحياة الأجداد واقع فرض نفسه على سكان قطاع غزة بعد أكثر من 315 يوما من العدوان والحصار الشامل. فأنا هذا البريق اللي أنا حاطه هذا جنبي، هذا عبارة عن الهواء اللي بيجيني. هذا البريق بحط فيه مية ببردها، ما أنت شايف الشوب وشايف كيف الدنيا كيف حر كتير كتير. طبعا هذا البريق بحفظ المية لفترة معينة. طبعا هذا البريق أنا ما كنتش أشوف إلا في زمن أجدادنا، وإحنا رجعنا لزمن أجدادنا اللي هو زمن القديم جدا جدا جدا، لا يوجد عندنا لا كهرب ولا حتى مي فلتر عادي ولا اي شيء. يعني مقومات الحياه صفر. احنا بنعاني كثير 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 من المي، من الكهرب، من سوء التغذيه، من كل الاشياء اللي حوالينا بنعاني منها. التعايش مع واقع مؤلم وقاس بابسط الوسائل البدائيه، اوضاع انسانيه لا توصف بالكلمات،
إذ لم يكتف الاحتلال بهدر دماء عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، بل قرر أن يصعب الحياة بما يخالف القوانين الدولية والإنسانية على أولئك الذين قرروا التمسك بها إيماناً منهم بحقهم في البقاء وحقهم في الأرض. إذن مشاهدينا، نهاية تغطيتنا، نشكركم على طيب المتابعة. تنضم إليكم الزميلة منى صالح خلال دقائق في نشرة الثامنة. أما هذه التغطية صاحبكم فيها محمد رضا، إلى اللقاء.